بن فهد آل سعود، والثانية للمضمر راشد بن عبيد بن بعيران المري. متابعينا الكرام، شوط رئيسي تابعتموه واستمتعتوا بالأداء الممتاز الذي تسجل مع شديدة في ذلك الشوط الشديد. شوط رئيسي آخر وشوط شديد هو الآخر، إنه الشوط الأول، الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا القعدان التي تخوض في هذا الامتحان على أرضية هذا الميدان لتقديم البرهان ومن أجل الوصول إلى الأداء الممتاز وإلى العرض الفنان. هذا هو إذن مشاهدينا شوطنا الرئيسي الخاص بالثنايا القعدان، ومسافته هي 5 كيلومترات. دعوني الآن أتصفح صفحات هذا الشوط وأنطلق مع صفحة المركز الأول. هنا المقدمة والمركز الأول، غالون يحتل المركز الأول لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، ويضمر غالون السيد الويهي بن عبد الله الوهيبي، هو من يتولى عملية الاهتمام بغالون وبهذه اللجن التابعة لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. النقلة على المركز الثاني لأجد مصيحان، مصيحان يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، ويضمر مصيحان السيد علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. وفي المركز الثالث يصل الليث، الليث يتقدم الآن ويحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر الليث محمد بن خالد العطية. أما في رابع المراكز فأجد شاهين يتقدم إلى رابع المراكز، هذا الاسم الممتاز وهذه السلالة العريقة تتواجد في المشاركة هنا في هذا التحدي. سلالات أصيلة عريقة تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ها هي تنطلق الآن ونستمتع برؤيتها في منافسة حقيقية قوية حتى وإن جاءت في بداية هذا الموسم. شاهين إذن في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر شاهين فيصل بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الخامس الريان، الريان يتقدم، يتقدم وتتابعون هذا النقل عبر قناة الريان. الله يا الريان. الريان في المركز الخامس الآن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري. ها هي النتيجة وها هي الكوكبة الخماسية. الله، إن كان في الأرض وفي الكون كوكب يسمى الأرض وكوكب يسمى زحل وكوكب يسمى عطارد، فهنا كوكب أشاهده بأم عيني وسأطلق عليه الكوكب الخماسي الذي يجمع هذه الأسماء الخمسة، يجمع هذه العمالقة، يجمع هذه الأسماء الكبار. الله الله، هنا المقدمة وهذا هو مصيحان الذي يريد أن يسجل النجاح في هذا الامتحان الصعب، في هذا الامتحان القوي. الله يا مصيحان يتقدم، إذن يتقدم مصيحان ويحتل المركز الأول لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، ويضمر علي بن حمد بن جرحب المري الملقب بالموهوب، موهبته بالفطرة، ويحتل مع مصيحان المركز الأول. المركز الثاني وصل الذهبي، الذهبي يصل مع الريان ويحتل المركز الثاني. منافسة وامتحان ما بين الريان ومصيحان على افتكاك ارتباط المركز الأول. الله يا الريان. الريان يراقب الموقف ويتابع أداء مصيحان في المقدمة وفي الصدارة. يحتل الآن الريان المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الثاني الشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتضمير مع فيصل بن طالب بن شريم المري. الليث يتواجد في المركز الرابع، الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية. أما في المركز الخامس أجد بشار، بشار بدأ الآن يتقدم، يتقدم يتقدم ويصل إلى خامس المراكز
لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ويضم البشار راشد بن عبيد بن بعيران المري. ها هي النتيجة في ندائنا الثاني، والآن نتجاوز الكيلو ونصف الأخير، كيلو ونصف الكيلو، إذن تفصلنا عن معرفة بطل هذا التحدي، بطل هذا الشوط الرئيسي. هذا هو شوطنا الرئيسي الخاص بالثرايا القعدان. الناموس لمن؟ لمن سيتجه ناموس هذا التحدي، ناموس هذا الشوط الرئيسي؟ البداية إذن، والمقدمة مع مصيحان ما زال يتقدم، ينافس الجميع ويتواجد في المركز الأول، يتواجد في هذا الموقع الممتاز. مصيحان إذن لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، التضمير مع علي بن حمد بن جرحة بالمري، العصا في القطان. يا سلام، الله 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 الله، يقتحم ويدخل الآن في الكيلومتر الأخير. مصيحان الريان يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ، القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يضم الذهبي سالم بن فاران المري، وفي المركز الثالث يصل شاهين ويتقدم شاهين. أراه الآن يتسلل 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 وينتقل إلى المركز الثاني. وصل شاهين، وجاكم شاهين، الله يا شاهين، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر، هو ذلك الملقب بمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الرابع بشار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والمضمر راشد بن بعيران المري. الله، اشتدت المنافسة الآن واشتدت المعركة ما بين هذه الأسماء الأربعة. الله الله الله، شاهين، الريان، الريان وشاهين، شاهين والريان، المنافسة هنا. والشوط الأول الرئيسي للثرايا القعدان، لمن؟ لمن سيكسب؟ من سيكسب هذا التحدي في ميدان التحدي؟ شاهين، الريان، الريان، شاهين، شاهين في المقدمة، الريان في المركز الثاني، شاهين بدأ ينطلق، بدأ يباعد المسافة. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر القرن فيصل بن طالب الشريم المري، وتهنئتنا للمرة الثانية على التوالي نزفها إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول، والثانية لفيصل بن طالب بن شريم المري المركز الثاني. الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الثالث جاء فيه بشار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. أما المركز الرابع فجاء فيه مصيحان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وفي المركز الخامس جاء الليث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. مشاهدينا الكرام، إذن في هذه المنافسة وفي هذا التحدي شاهين وهذه السلالة الأصيلة تنتزع إذن ناموس الشوط الرئيسي للثنايا القعدان في توقيت زمني مقداره 8 دقائق و12 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة للمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. أما المركز الثاني فجاء فيه الريان قاطعا المسافة في 8 دقائق 14 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والثانية للمضمر سالم بن فاران المري. بشار جاء في المركز الثالث قاطعا المسافة في 8 دقائق 15 ثانية و2 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بشار الفائز بالمركز الثالث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود.